السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية. مشاهدينا الكرام، مرض السرطان وعلى سبيل المثال واحد من أكثر الأمراض الخطرة والفتاكة التي تسجل تزايدا وارتفاعا مخيفا في معدلات الإصابة به في جميع أنحاء العالم، حتى بات مرض العصر والكابوس الذي يهدد حياة المرضى به. فوفق الإحصائيات يعتبر المسؤول عن واحدة من كل 6 حالات وفاة على مستوى العالم، ويصاب به ملايين الأشخاص في كل سنة. وصلوا في العام 2018 وفق بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أكثر من 18 مليون حالة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من التقدم العلمي الذي وصل إليه الطب، سواء على مستوى فهم طبيعة هذا المرض أو على مستوى الأدوية والمعدات والتقنيات المستخدمة، إلا أنه لم يكتشف حتى الآن العلاج النهائي لهذا المرض، الأمر الذي يجعله أحد أهم الأسباب المؤدية إلى الوفاة في العصر الحديث، حيث يتسبب هذا المرض في وفاة أكثر من 9 ملايين شخص سنويا، ليكون السرطان بذلك هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم. وعطفا على هذه الأرقام المقلقة والمخيفة بالفعل مشاهدين، حذرت منظمة الصحة العالمية أيضا في أحد تقاريرها خلال الأشهر الأخيرة من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين، وتوقعت أن يصل عدد المصابين بهذا المرض إلى أكثر من 21 مليون بحلول العام 2030، وتوقعت أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 29 و 37 مليون حالة بحلول العام 2040. كما وأشارت المنظمة أن 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والسبب الأساسي في ذلك هو أن تلك البلدان لا تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، يضاف إلى ذلك ضعف الخدمات الصحية في هذه البلدان ونقص المعدات والتجهيزات اللازمة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها. لكن السؤال المهم هنا مشاهدينا، ما الذي يجعل السرطان مرضا مختلفا عن غيره من الأمراض؟ وحول هذه النقطة بالذات فإنه مما تجدر الإشارة إليه هنا مشاهدينا الكرام أن السرطان هو منظومة من الأمراض التي تستهدف السيطرة على الخلايا وغزو الأنسجة والانتقال من عضو إلى آخر. ومما يزيد الأمر تعقيدا أن جسم الإنسان يحتوي على 206 أنواع من الخلايا، بل ومن الممكن أن نجد عدة أشكال من السرطان في نوع واحد من الخلايا، الأمر الذي يجعل السرطان عبارة عن تسمية عامة لمجموعة تضم أكثر من 100 نوع من الأمراض. وبالرغم من عددها الكبير فإن جميع أنواع السرطان تحدث نتيجة حصول نمو غير طبيعي في خلية ما وتحولها إلى خلية سرطانية، مما يؤدي إلى نمو غير متحكم فيه وتمدد غير محدود إلى الأنسجة المجاورة. وهذا السرطان الذي يعرف أيضا باسم الورم الخبيث يختلف عن نوع آخر من الأورام يسمى بالورم الحميد، والذي هو نمو غير طبيعي للخلايا لكنه لا يمتلك القدرة على الانتشار إلى المناطق المجاورة، بل يبقى في مكانه. ومع ذلك فإن الأورام الحميدة قد تشكل خطرا على الصحة إذا ما كانت تضغط على عضو مهم كالدماغ مثلا، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطرة. يضاف إلى ذلك أن الورم الحميد عادة لا يعود بعد استئصاله، على عكس الورم الخبيث أي السرطان الذي قد يعود من جديد. إلا أنه مشاهدين الأحبة، وبرغم كل تلك الأرقام والإحصائيات المخيفة حول مرض السرطان، فإن نسبة تصل إلى 40% من حالات السرطان الشائعة تعود إلى أسباب يمكن الوقاية منها، الأمر الذي يستلزم زيادة الوعي تجاه هذه النقطة بالذات، حيث أشارت عدد من الأبحاث إلى أهمية أن ينصب التركيز على إيجاد علاج لهذا المرض، إلا أن التركيز الحقيقي يجب أن يكون على الوقاية بقدر ما هو على العلاج، فالوقاية هنا هي أفضل علاج. وهذه الوقاية يمكن أن تشمل عددا من الإجراءات، من أهمها وعلى سبيل المثال الابتعاد عن التدخين، حيث يمثل التدخين أهم عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان، وهو المسؤول عن 29% من الوفيات الناجمة عن السرطان عالميا، حيث أن 6 ملايين شخص يموتون سنويا على مستوى العالم جراء عواقب التدخين. ولذلك يبقى التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للإصابة بالسرطان، إذ يسبب الإصابة بأكثر من 16 نوعا من السرطان، أبرزها سرطان الرئة. كما أنه ومن المهم مشاهدينا الحرص على ممارسة الرياضة، فهي مفيدة في كل الأحوال، لكن حينما نعرف أن السمنة تحتل المركز الثاني على قائمة مسببات السرطان وأن حوالي 15% من أنواع السرطان ترتبط بالسمنة، ندرك جيدا أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الوقاية التي يجب اتباعها لتفادي تشكل الأورام في الأنسجة الدهنية. ولذا يوصي الأطباء بالمحافظة على الرياضة ليس فقط بقصد التغلب على المشاكل المرتبطة بالسمنة، وإنما أيضا بهدف الحد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن المشي السريع لأكثر من 20 دقيقة أو القيام بتمارين معتدلة لمدة 2.5 ساعة أسبوعيا يمكن أن يقي من خطر الإصابة ل7 أنواع من السرطان بمقدار الخمس. يضاف إلى ذلك أيضاً الحرص على اتباع نظام غذائي صحي لكون ذلك أحد أهم طرق الوقاية من السرطان، حيث يربط الأطباء انخفاض نسبة الإصابة بالسرطان بالنظم الغذائية التي تقل فيها اللحوم الحمراء وتدخل فيها الأطعمة الغنية بمادة الأوميغا 3 والدهون النباتية والكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والألياف، مع الابتعاد عن الأطعمة المصنعة. كما أن الكشف الدوري مشاهدين الأحبة وبالتالي الكشف المبكر عن السرطان قد يحد من انتشاره، حيث أنه من الأسهل علاج الورم السرطاني في مراحله الأولى عندما يكون حجمه أصغر، وبالتالي تكون فرص نجاح علاجه أكبر، حيث ترتفع معدلات الشفاء من بعض أكثر أنواع السرطان شيوعاً مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والفم والقولون وغيرها إذا ما كشف عنها في مراحل مبكرة وعولجت كما ينبغي. يضاف إلى كل ذلك مشاهدينا الكرام تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس للتقليل من خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، وكذا تجنب التعرض للمواد الكيميائية الضارة المسببة للسرطان، وشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم لتجنب خطر الإصابة بسرطان المثانة، علاوة على أخذ وقت كاف للراحة من الإجهاد وضغط الحياة اليومي، فعدم القيام بذلك يعد أحد العوامل البارزة التي ينهار على إثرها الجهاز المناعي ويضعف أمام خطر الإصابة بالسرطان. وفي الختام وإزاء كل ما قيل نذكر هنا أحبة المشاهدين وعلى سبيل المثال واحدا من الشعوب الإسلامية والتي ربما لم يسمع به الكثير من قبل، إنهم شعب الهونزا المسلم الذي يعيش في شمال باكستان والبالغ عددهم قرابة 920,000 نسمة، الذين تميزوا بالعيش طويلا بنشاط وصحة حتى عمر 100 عام بعيدا عن أمراض العصر وفي مقدمها مرض السرطان، بل إنه ليس غريبا أن يصل عمر الفرد منهم إلى 150 عاما، وحتى النساء يستطعن الحمل والولادة بأعمار تصل إلى 70 عاما. ولكن ما هو السر وراء ذلك يا ترى؟ وجد مشاهدينا الكرام أن ذلك السر يعود إلى حياتهم الطبيعية البعيدة عن المدينة وضجيجها وعن التكنولوجيا التي تسبب الكسل، فهم لا يأكلون سوى الخضروات والفواكه ويأخذون البروتين من تناولهم الحليب والبيض والجبن، إلى جانب ممارستهم اليوغا دائما واعتيادهم على السير لمسافات طويلة جدا لا تقل عن 20 كيلومتر يوميا. حتى كتب عنهم طبيب يدعى روبرت ماكرسون بقوله: شعب الهونزا لديهم قدرة على التحمل غير عادية أو معتادة لدى البشر، مؤكدا وصولهم إلى أقصى درجة من اللياقة البدنية الكاملة التي شهدها في حياته المهنية. دمتم في صحة وعافية، وإلى اللقاء.